اوض النوم بقى اطفال المتر والمتر ونص، ما شاء الله ما شاء الله تشكيله جامده جدا واسعارنا مميزه جدا جدا. عندنا عروض النهارده عشان الجمعه البيضاء، تابعوا معايا الفيديو للاخر. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. مساء الخير. ازيك يا استاذ وائل؟ منور الدنيا. منورين. انا بصراحه النهارده مبسوطه بالشغل، في شغل كتير جديد في الصالونات وفي النوم وفي الاطفال، واسعاره حلوه قوي قوي في الانتريهات الركن كمان، تشكيله حلوه قوي فيها واسعارها مميزه ان شاء الله. كل ده عشان الجمعه البيضاء؟ والله احنا على طول كل ده عشان جيت. عشان طبعا شرفتونا، ده اهم حاجه. الله يخليك، تسلم. ومتابعينا يعني. الله يخليك. نقول للناس طيب. الاول احنا فين؟ احنا معرض ابناء احمدين، طنان، اليوب، اليوبيه، ارض المعارض. تمام. طبعا لو هتركبي هتركبي من المؤسسه او من عند كليه الزراعه عربيه طنان، طنان نوى، وتنزلي ارض المعارض ابناء احمدين، ما شاء الله مشهور جدا هنا. طيب نبدا باول اوضه معانا. تمام. احنا بدانا بالمقاس اللي هو الكبير اللي هو 2 متر. ايوه انا قصدي انا قلت متر ومتر ونص، قصدي متر ونص و2 متر. مفيش مشكله. تمام. احنا المقاس اللي قدامنا دولاب 2 متر، تسريحه 2 سرير 120 سم المقاس بتاعه، وكوموديل. تمام. الدهن بتاعه طبعا اللي هو الذهبي او الشامبير مط. تمام. مع القشره اللي هي الارض. تمام. دولاب 2 درفه، هو مساحه 3 درفه بس هنا من غير مصمم 2 درفه. تمام. الخامه طبعا كبسه سي مربع مع القوايم والادراج والحلايه والرجول بتاعتها زان. تمام. طبعا الخامه الداخليه او التقسيمه الداخليه حابين نبص مع بعض. هنا في رف طبعا للسيركه، دي نظام مكتبه، شماعه هنا، ودي كده ارفف ورف كبير فوق. تمام. الناحيه الثانيه هذا نظام الدريسنج او اللي هو العلبه يعني. تمام. هنا برضو في رف هيركب مع الشماعه، يبقى هنا رف وشماعه. تمام. في الناحيه اليمين. تمام ما شاء الله، ومساحته حلوه وما شاء الله يشيل حاجات كتير جدا، والتسريحه بتاعته برضو ما شاء الله عايز اقول لكم عجباني، شكلها شيك قوي قوي. ديت درفه او دراج تقريبا، لا دي دراج. تمام. ادي دور وده دور كمان. طبعا هي المعابد بتاعته درجه غويط. بصوا ما شاء الله حلو قوي. تمام. الدرج مبطن قطيفه برضه، في درجين كمان جانبيين هنا معاه كمان كومودينو. صح. كومودينو بمرايه ولا كومودينو بس؟ لا هو مع الادام في تسريحه في الغالب ما بيبقاش في مرايه. تمام. هو المتر ونص بس اللي بيبقى ينزل له مرايه عشان من غير تسريحه. تمام. والسرير بتاعها بقى واخد برضه نفس التطبيع او نفس الشغل اللي على الدولاب موجود هنا على السرير. كل السراير بتنزل متر و20؟ هو الاغلبيه او الستاندر 120، بس لو حد حابب نصغر السرير يبقى متر مثلا او متر و10 ده برضه متاح ان شاء الله. طيب مع اي دولاب المتر ونص والمترين مقاس السرير زي ما احنا قلنا؟ مفيش مشكله، 120 برضو امكانيه تغيير المقاس دي سهله في ايدينا ان شاء الله. تمام. طب سعر الاوضه بقى الحلوه دي؟ طيب احنا كموديل بنتكلم في بدايه او مع العميل يعني بنتكلم في 15000 جنيه. تمام. ان شاء الله بعد الخصم عملائنا الكرام الغرفه ديت عامله 11500 جنيه. ما شاء الله، عايز اقول لكم حلوه وتفاصيلها حلوه وتعتبر زي اوضه الكبار لان هي السرير الدولاب بتاعها كبير ما شاء الله وتقسيمته حلوه قوي. طيب هننقل على اوضه ثانيه نشوفها. تمام. نبص على الاوضه اللي جنبها برضو هنا. انا بقول لكم عامله زي اوضه العرايس. بصوا بقى احنا خرجنا من نطاق اوضه الاطفال والقصص دي، دي اوضه تحسوها اوضه عروسه بس على اصغر شويه. هو الشغل معظمه دلوقتي بياخد من الشغل الكبير، يعني بنقول عليه غرف شباب، ما بقاش اللي هو شغل الاطفال اللي هو بتاع زمان اللي هو عليه رسومات او الوان. لا خلاص بقى. بحيث الحاجه تفضل تستمر مع الطفل لغايه ما يكبر تبقى شغاله معاه برضه. احنا معانا هنا طبعا الدولاب واثنين سرير فيهم كابوتينيه شغل اللي هو البارز زي ما احنا شايفين ان شاء الله. تمام. بتاعته معاه تسريحه مميزه ببرواز دوران، هي طبعا لسه جايه اهي. تمام. التسريحه فيها درفه وثلاثه ثلاثه دور فوق بعض زي ما احنا شايفين، وهنا مكتبه برضو اهو. تمام. الاوضه طبعا مميزه في التشطيب بتاعها زي ما احنا شايفين، اللمعه بتاعتها عاليه قوي. تمام. دوكو فرن ما شاء الله، بص يعني ما بتتجرحش لان هي واخده مجموعه فوق الدهان. تمام. هنا برضو تقسيمه الاثنين درفه تبقى
رف كبير تمام وشماعه وشماعه تمام. برضو حابه تغيري في الشكل من جوه براحتك خالص. هنا الناحيه اليمين هي اللي متقسمه تمام نظام رف ومكتبه وشماعه. تمام حلو قوي بسم الله ما شاء الله. انا عاجبني بصراحه النظام دوت. تصميم الدولاب من جوه حلو قوي والسرير كمان فيه كابتونيه حلو جدا. وطبعا كومودينو اهو وزي ما قلنا في تسريحه يعني كومودينو من غير مرايه. كومودينو ده واحد كبير تمام. الكومودينو اهوت زي ما احنا شايفين البطن برده والدرج الدرج بتاعه زان اللي بتاعه زان والوش بتاعته طبقتين زي ما احنا شايفين برده حاجه محمله نار ولسان كله تمام. كام بقى؟ طيب احنا مبدئيا بنتكلم فيها ب 16000 جنيه. ان شاء الله الغرفه دي بعد الخصم عامله 12000 جنيه. 12000 بسم الله ما شاء الله حلوه حلوه حلوه. الاسعار حلوه الخشب حلو يا جماعه. هاتي بنتي مطمنه ما شاء الله الخامه محترمه جدا والفينش. الاوضه دي بيبقى معاها شماعات ولا؟ لا الاطفال ما لهاش شماعه ولا كرسي. ولا كرسي تسريح. تمام. تمام حلو قوي. طيب لو حد حابب يزود ممكن يزودات بس ما بتكلفه اضافيه يعني. تمام. في كمان الاوضه دي انا عايزه اقول لكم الوانها حلوه تاخد الانيسات كده الشباب والانيسات والولاد كمان الصغيرين الوانها قريبه وجميله يعني. في ده كشمير او صح؟ مدي على كشمير. كشمير مع سيلفر مع درجه كافي او اسمه ايه سن الفيل؟ يعني بيجيهات فاتح بيجيهات هو ده دهان شفاف يعني واخد على طبيعه القشره يعني. هو ثلاث جراف جرار حلو قوي الموضوع ده اللي انت عارف يعني. بصوا كده الدولاب من جوه هو هنا متقسم ثلاثه من جوه ثلاث علب زي ما هو متقسم بره ثلاثه لاف. تمام حلو قوي. طب من هنا ايه شماعه ولا هنا؟ هنا شماعه بتركب يبقى رف وشماعه. تمام. بالنسبه للدرفه الوسطانيه عباره عن ارفف ثلاثه رف. تمام. مساحه الرف حلوه على فكره ما شاء الله. تمام. الناحيه الثانيه برضو هنلاقي رف وشماعه. هي برضو رف وشماعه نفس الفكره. يعني هنا رف وشماعه وهنا رف وشماعه وفي النص كله ثلاث مكتبه. تمام. طيب بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ما شاء الله شكله حلو. بصوا مكس الالوان مع بعضها مدخلين كمان هنا الابيض برضو هنا التسريحه بتاعته. بصوا التسريحه هنا مميزه فيها درفه مكتبه جدا. دي جرار ولا تتفتح؟ لا بتفتح عادي. ايوه بصوا الله. ده هنا بقى مساحه الحته دي حلوه. دي ممكن مش اكسسوار برفانات اي حاجه هتشيل الطول بتاعه يعني حلو وفي نفس الوقت المساحه بتاعه الرف تقدري تحطي مج كمان. عايزه اديهم مساحه الرف قد ايه. تمام. وبرده هنا في درج اهو. تمام. في تحت درجين كمان. عايزه اقول لكم المقابض خشب. هي الموديل ذات نفسه الاوضه اسمها المقبض يعني المقبض بتاعها منى فيها مقبض خشب. تمام. وهنا برده الدرج الكبير يعني هي فيها درج اثنين اربع ادراج. اربع ادراج ودرفه مكتبه ودرفه فيها ارفف مساحتها حلوه. انا عجبتني الاوضه دي لان لونها قريب قوي واخد السن الصغير بالكبير بصراحه والمرايه والتسريحه والسرير بقى بصوا ما شاء الله الله اكبر السرير تحفه. انا عجبني بصراحه الالوان مع بعضها عجبني قوي 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 ما شاء الله. طبعا هو واخد برده السرير من شكل الدولاب نفس الفورم ونفس الشغل هنا اللي موجود على السرير موجود برده على الدولاب. تمام. طبعا الكومودينو برضو كذلك درج برضو وعليه برضو نفس رسمه المقبض اللي موجوده على الدولاب. تمام ما شاء الله. تمام. هنتكلم برضو كسعر الغرفه ديت ما شاء الله يعني بنتكلم فيها في 15000 جنيه ان شاء الله دي بعد الخصم عامله 11500 جنيه. 11500 ان شاء الله. عايزه اقول لكم ما شاء الله جميله جميله بصراحه قريبه لقلبي كده الوانها عجبتني قوي وشيك جدا. بص الاوضه دي بقى انا عايزه اقول لكم ما شاء الله دي فيرزاتشي يعني دي برضو تلاقي منها للتصميم للاوض الكبيره ودي للاوض الصغيره. ده الدولاب ده متر ونص. لا ده 2 متر. 2 متر ده 4 درف. طيب بصوا الدولاب اول حاجه كام درف؟ 4 درف جرار ما شاء الله. بصوا هنا ده شماعه ورف. رف وشماعه. تمام. بصوا في عندنا حركات هنا جامده جدا وفي هنا كلها ارفف. كلها ارفف كده وفي رف كبير فوق. تمام حلو. وهنا رف وشماعه برضه. تمام. عايزه اقول لكم تقسيمتها عجبتني والحركه اللي فيها برضه عجبتني كده يعني. بصوا جميله بصراحه جدا حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. طيب معانا كمان الكومودينو بتاعها اهو متبطن ما شاء الله. والمقابض هنشوفها براحتنا في التسريحه. والسرير هو هنا في ليد انا حاسه تحت ايدي. في ليد هنا بس مش باين عشان هو مخفي هنا تحت الليد. يبقى الدولاب في ليد هنا اهو وبرده متبطن كابوتوني. الحته دي كده على قد السرير طعمه كده في نفسها ما شاء الله حلو قوي. برده كومودينو زي ما احنا شفناه. بصوا بقى التسريحه
بجد بجد عجبتني جدا. المرايه اول حاجه مدوره كده زي ما احنا شايفينها ما شاء الله. وهنا الدرج بصوا تعالوا معايا كده، الدرج متقسم وباين من فوق هنا ان هو متقسم تمام. فانت بتحطي حاجتك في الدرج بتبقى باينه كلها من هنا. وبرده هنا في مكانين فاضيين ممكن تحطي فيهم بقى ديكور، دباديب، ورد، بصي اللي انت عايزاه. وهنا داير داير كده على التسريحه فيها ليد، يعني الحاجه بتبقى منوره. عايزه اقول لكم ده شكل تحفه تحفه، عجبتني جدا. في كمان هنا طرفتين المقابض بقى اللي انا بقول عليها اهي، بص شكل المقابض عامل ازاي، شيك قوي وعجباني بصراحه. والاكسسوارز بتاعتها كلها على جولد ما شاء الله. هنا الدرفتين واحده يمين واحده شمال، والدرج غويط. انتوا شايفين مساحه الدرج عامله ازاي، حلو قوي. وبرده على المفصلات هنا اللي هي المعدن دي حلو قوي، جرار معاكي كده اسمه ايه السحاب بتاعه معاكي حلو قوي تمام. والدرفه ليها تك كده بتقفل الاوضه دي حلوه كده، تسريحه والكومودينو والسرير الطعم ده والحركه اللي في الدولاب بتاعتنا دي تفاصيلها حلوه. والابيض بتاعها تحسوه نقي جدا جدا، يعني فوطه مبلوله تقدري تستعمليه عادي. ودرجه الجولد بتاعتها شياكه قوي قوي مع الاستانلس اللي فيها ما شاء الله، لا تحفه عجباني. بكام بقى الاوضه دي؟ تمام، احنا قدام يعني موديل مميز شويه، تصميمه 4 درفه، الستايل شغل الاستانلس اللي عليه، التسريحه، السرير، الاضاءات بتاعته في التسريحه وفي السرير وكده. موديل لسه جديد حديث يعني ما شفناهوش قبل كده. طبعا هو السعر دي بيتكلم فيها 18,000 جنيه بالنسبه للسعر المبدئي مع العميل. السعر بعد التخفيض لعملائنا ومتابعينا ان شاء الله دي عامله 13,000 جنيه. 13,000 ما شاء الله، ما فرقتش عن الحاجات الثانيه كتير يعني حلوه. وموديل جديد برضو بتقول، وتفاصيلها شيك وحلوه بسم الله ما شاء الله. طيب لسه معانا لسه في اوض اطفال ثانيه، كملوا معايا الفيديو الاخر. في كمان معانا الموديل ده انا عايزه اقول لكم عجبني قوي قوي، السرير بتاعه عجبني قوي جدا بلونه زي ما هو كده عجبني. الدرجه بتاعه الخشب انا مش عارفاها بس هي درجه حلوه قوي، نفس الدرجه دي عجبتني في الاوضه اللي قلت لكم عليها كان فيها الكشمير والحاجات دي. درجة الخشب دي ايه؟ وده ستانلس مش مرايات صح؟ لا ده ستانلس تمام. احنا طبعا موديل 2 درفة 2 متر الجولاب بتاعه. شغل طبعا شغل ستانلس في الكرك وازاز فاميه تمام؟ تمام. طبعا هو ده دهان شفاف، يعني القشرة دي ار واخد دهان شفاف دوكو فوق القشرة. ده بيديها شكل جمالي حلو قوي. طبعا معانا الـ2 سرير. السرير برضه فيه شغل كابوتينيه واخد تحفه بصراحه، واخد نفس نفس التطعيم اللي على الدبل ستانلس ونفس الشغل برضه الاركيت مع القماشه اللي هي مديها نفس الشغل او نفس اللون اللي هو الدهان اللي على الدولاب تمام. فمديها شكل جميل حلو. الكوميدينو برضه كذلك في حاجه جديده ان هو هنا ده قلاب متقسم من جوه. يعني هنا اختلف شويه، مش درج عادي، هنا يعتبر درف قلاب متقسم من جوه تمام. بخلاف طبعا في درج هنا اللي هو الكبير، طبعا درج زان والسمك بتاع الوش بتاع زي ما احنا شايفين طبقتين، دي طبقه وفي طبقه كمان داعمه من ورا تمام. زي ما احنا شايفين متقسم مربع اهو 4 مللي اللي هو الابلكاش الايه الارضيه بتاعته تمام ما شاء الله. طبعا هو تقسيمه من جوه بقى رفين وشماعه والمساحه كبيره حلوه يعني مش وحشه تمام. شماعه هنا صغيره اللي هي طول القطعه دي كده، والباقي رف كبير، وبعد كده الارفف بتاعتنا تمام. عايزه اقول لكم حلوه تقسيمته برده عمليه جدا. يبقى احنا كده معانا الكومودينو والدولاب والسرير تمام تمام. والتسريحه بتاعتها نبص عليها بقى. طبعا التسريحه بتاعتها جميله جدا، يعني عباره عن برواز في مكتبه خشب من فوق تمام، ممكن نحط عليها اكسسوار او هدايا او تحف تمام. معانا التسريحه فيها درجين، ادي درج وادي درج، ومعانا درفه برده متقسمه من جوه مكتبه بحيث يشيل برده حاجات كتير معانا تمام. ما شاء الله هي اوضه جميله في تشطيبها وفي الفريش بتاعها في اي مكان هنا والحاجات الصغننه دي زي ما استاذ وائل قال، وشفنا الكومزين وشفنا الدولاب وشفنا السرير تمام. واللون زي ما احنا شايفينه ما شاء الله شياكه وجميل كده. السعر بقى هو كسعر الغرفه ديت بنتكلم فيها ب 15,000 جنيه ان شاء الله، ديت بعد الخصم عامله 12,000 جنيه 12,000 ما شاء الله. الخشب بتاعها ايه؟ هو كبس كبس سم رفع تمام، اللي هو الحشو الداخلي القوايم والاطراف والحلازم زي ما احنا شغالين. ما شاء الله عايزه اقول لكم هي باين عليها بصراحه حلوه جدا ومحترمه جدا. انا طبعا هنا الاوض اطفال اللي هي المتر ونص، زي ما احنا شفنا الـ2 متر برضه هنبص على المتر ونص.
تمام. ده بضرفتين الدهان بتاعه شفاف زي ما احنا شايفين قشرة افريقي. تمام. معاه داخل معاه لون الدوك الابيض اللي هو الاوف وايت. تمام. معانا برضو السرير بتاعه مميز جدا باللون بتاعه اللي هو اللون لدرجه اللي هي كشمير. تمام. السيزر اللي هي فيها هو في تاتش كده. ايوه تشبيحه كده مستردة مع جنزاري مع بترولي. بصوا واخد كده ميكس الوان تحفه. تاتش خفيف. لا لا تمام. تمام. ده الاثنين سرير طبعا الكوزينو بتاعها موجود هنا اهو. تمام. وكوزينو برضو بمرايه. كوزينو برواز طبعا. اثنين درج زي ما احنا شايفين مستويين. حاجه محترمه على عجل برضو. الدرج بتاعها زين. تمام. زي ما احنا شايفين الجناب بتاعته. الوش بتاعه طبقتين برضه. تمام. الخامه بتاعته ما شاء الله التشطيب بتاعه زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. تمام. الخامه الداخليه فيها بسيسين مربع. ده رف وشماعه برضه. هنا المرايه بتاعت ال ال المرايه بتاعت الكوزينو. الكوزينو هنا رف وشماعه طب. تمام. تمام. الناحيه الثانيه هنا برضه في رف وشماعه. تمام. هنا هنا كله ارفف. هنا ثلاث ارفف. تمام. هنا كله ارفف والناحيه الثانيه رف وشماعه. تمام. بكام بقى الاوضه دي؟ طيب احنا بنتكلم على تشطيب حاجه كويسه حاجه ما شاء الله باين عليها طبعا. كموديل احنا بنتكلم فيه بدايه 9000 جنيه. تمام. ان شاء الله الغرفه ديت عامله 7500 جنيه. حلوه قوي حلوه. مساحه الدولاب على فكره للمساحات القليله دي ممتازه جدا جدا وعمق الدرفه حلو قوي وما شاء الله لسه عندنا موديلات تانية كتير من المقاسات دي. طيب هنشوف ايه تاني. عايزين نشوف الأوضة اللي وراك عشان دي اكيد هتسأل عليها ان هي خلفيتها حلوة كده وانت بتتكلم باينة جميلة ما شاء الله. هي الأوضة هنا مميزة دي تلاتة درفة. تلاتة درفة. يعني دي درفة. تمام. دي درفة بتتفتح. احنا فتحناها اهي كلها ارفف كده. تمام. هنا طبعا دي درفة. بس واخدة نفس تصميم الدواليب الكبيرة برضو. نفس الستايل اللي هو الدموم الكبير. تمام. هنا ده درفة واثنين جرار. تمام زي ما احنا شايفين. هنا رفين. بس هي درفة مفتوحة على بعض. نظام رفين زي ما احنا شايفين. تمام. هنا شماعة. تمام. بصوا ده واخدة لون الخشب الطبيعي اهو. طبعا واخدة القشر الارو. واخدة مع لون الروز والابيض. طيب ده الكومود بتاعه. ده الكومودينو بتاعها زي ما احنا شايفين. بمرايه وطبعا مع يعني ازاز من فوق وطبعا مع المرايه بتاعته. تعالوا بقى نشوف السرير بتاعها حلو قوي ما شاء الله. بصوا دلع قوي قوي يعني ماشي مع لون اللي هو البينك. ما شاء الله جميل. هي اوضه ما شاء الله تصميمها جميل ومختلف زي حضرتك ذكرتي. واخده قشره برده مميزه اللي هي القشره الارض والدهان بتاعها اللي هو الدهان الشفاف. تمام. بكام بقى الاوضه دي؟ طيب هي الاوضه ديت بتزيد شويه في السعر لان هي متقسمه لثلاثة غرفه مش غرفتين. غرفه زي كده دي عامله كسعر بنتكلم فيها في 11000 جنيه. ان شاء الله دي بعد الخصم عامله 9000 جنيه. 9000 نزلنا 2000 من سعر الاوضه واحنا واقفين. معانا برده موديل تاني مميز واللون بتاعه برده مميز ده اللون اللي هو اللبني. تمام. برده ديت 2 غرفه دولاب متر ونص معاه 2 سرير 120 ومعاه كوموديلو بمرايه. تمام. الكوموديلو بتاعها برده نفس الشغل اللي موجود على الدولاب اللي هو اللون البترولي. نفس الشغل ده موجود عليه. تمام. معانا الاثنين سرير برده مميزين جدا. الله ده حلو قوي. هنا الكوموديلو هنا بس هو كابوتونيه من حاجه مختلفه. يعني منقوش. هنا نصها خشب ونصها تنجيل. جميلة ما شاء الله. فمديها شكل جمالي حلو او مختلف عن الشغل التاني. تمام. هنا برضو احنا بنتكلم كتقسيمة. احنا عرفنا التقسيمة الداخلية هتبقى برضو ناحية لو احنا شفنا. رفين وشماعة وناحية رف وشماعة. وناحية مكتبة. هناك هتبقى رف وشماعة. مكتبة ولا رف وشماعة؟ رف وشماعة. تمام. طبعا الخامة زي ما احنا شايفين دي قشرة برضو افريقي. الخامة مميزة زي ما احنا شايفين دهان دوكو برضو. مع القشرة. دي برضو بنتكلم في 9000 جنيه كسعر مبدئي مع الزبون. مع عملائنا احنا ان شاء الله متابعينا هنعمل لهم خصم على الاوضه دي عامله 7500 جنيه. 7500 ما شاء الله. عايز اقول لكم حلو قوي لسه في ده. احنا الدور بتاع اوضه الاطفال ده ما شاء الله جبار في تشكيله حلوه قوي. كملوا معايا الفيديو للاخر. احنا برضو معانا موديل مختلف هنا داخل في اللون الاوف وايت. الدولاب بومبي شويه. الدرفه بتاعته بومبي. تمام. مع القشر الافريقي برضه هنا درفه واحده شكل بومبي الشكل الخارجي مع درفه ثانيه
اللي هي عدله، ما فيش استريت على طول، ما فيش فيها بومبي. تمام. معانا برده الكومودينو بتاعها شكله تحفه، الجراز بتاعه هي اهي والكومودينو. تمام. السرير برده بتاعها مميز، السرير برده فيه بومبي. انا عايزه اقول لك هو هيبان بقى نفس الشغل هنا الدوران والبومبي كده، وفي تنجيد كمان حشو جنب البومبي، مدي شكل جمال حلو ما شاء الله، حلو قوي. تمام. التقسيمه الداخليه طبعا كالمعتاد هتبقى هنا رفين وشماعه ورف وشماعه. رف وشماعه. تمام. برضو احنا كسار دي بنتكلم فيها 9000 جنيه كسار. تمام. ان شاء الله دي بعد الخصم عامله 7500 جنيه. تمام ما شاء الله حلو قوي. عندنا لسه، بصوا عندنا لسه في تشكيله جامده جدا جدا. انا بجري لكم شويه علشان خاطر عايزين نعرض اكتر اوض ممكنه وناخد عروض على كل شغل، على كل الشغل اللي موجود. معانا موديل تاني برضو مميز بالوانه، هنا دي القشره افريقي داخل معاها اللون اللي هو الجنزاري او اللي هو الزيت الاخضر. شغل الاركتكت برضو اللي حوالين الدرفه ده اللي هو المطعم بيه. تمام. اللي هو شغل الدوران. الدولاب هنا طبعا زي ما احنا شايفين 2 درفه متر ونص. السرير بتاعه برضو اهو زي ما احنا شايفين واخد نفس الشغل الموجود على الدولاب. بسم الله ما شاء الله حلو قوي. الكومودينو بتاعه برضه، بس طبعا الكومودينو عمريه وتقسيمه الدولاب زي ما احنا متفقين، رفين وشماعه ورف وشماعه. تمام. طبعا الغرفه دي بنتكلم فيها 9000 جنيه ان شاء الله، ديت بعد الخصم عامله 7000 جنيه. ما شاء الله حلو قوي، حلو 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 يعني. ما شاء الله. عايزه اقول لكم الاسعار النهارده بصراحه مميزه جدا في الاوض اللي هي الدولاب بتاعها المقاس المتر ونص ده. لسه في معانا موديلات كتير، ولسه وعرضت لكم في اول الفيديو الموديلات اللي هي المقاسات الكبيره، كملوا معايا الفيديو للاخر. انا برضو هنا موديل مميز. تمام. مميز ان في مرايه في الدولاب نفسه. تمام. ده برضو ممكن يغنيك عن التسريحه لو انت محتاج تسريحه. تمام. تمام. الدولاب هنا ضرفتين عليه شغل برضو، شغل اللي هو الراوتر زي ما احنا شايفين اللي هو البحر ده. اوضه سهله سامبل ما فيش فيها شغل كتير للناس اللي بتحب الحاجه البسيطه. تمام. لو نبص هنا برضو على الكومودينو والسرير بتاعها زي ما احنا شايفين، الكومودينو بتاعها برضو نفس الشغل اللي على الدولاب. تمام. تمام. بص السرير برضو حلو قوي، السرير بتاعها مميز، اللون مريح للعين مش واقع وهادي تحفه. هنا التنجيد برضو ماشي، تحس ان هو نفس الدرجه بتاعت الدولاب. بالظبط. مفيش حاجه. عايز اقول لكم على الطبيعه بجد الشغل تحفه. ما شاء الله. هنا برضو خدمه السرير ده انا شايفين حاجه محمله وحاجه محترمه يعني. تمام. احنا الغرفه دي طبعا كخامه حاجه مميزه وحاجه محترمه جدا، والشغل بتاعها عالي طبعا على تشطيبات. كموديل بنتكلم فيه 9000 جنيه ان شاء الله، دي بعد الخصم عامله 7500 جنيه. 7500. الاسعار قريبه من بعضها وكلهم حلوين ما شاء الله. ده موديل تاني يا جماعه معانا برده النهارده، غرفه برده افريقي، قشر افريقي مع دهان اللي هو الدوكو الاوف وايت مع اللون اللي هو الجنزير. تمام. الاوضه طبعا معاها برده الكومودينو بتاعها، ومعاها هنا الاثنين سرير بتاعها عامله على نفس الشغل. ليه رف كده في الجنب طبعا السرير اهو. الله. بص السرير تحسوه مقسوم كده من النص مع الرسم بتاعها. تمام. جميله ما شاء الله. نفس التفاصيل على الدولاب بنلاقي منها طبعا على السرير. تمام. وعلى الكومودينو. تمام. الاوضه طبعا زي ما احنا شايفين 2 درفه متر و50 و2 سرير 120 والكومودينو. تمام. السعر بتاعها طبعا دي بنتكلم فيها ب 8000 جنيه كسعر اولي يعني مع الزبون. وان شاء الله الخصم اللي نازل عليها الغرفه دي عامله 6500 جنيه. 6500 ان شاء الله. ما شاء الله جميله جدا، حلو قوي قوي. موديل تاني يا جماعه معانا برده النهارده في الاطفال المتر ونص. هنا طبعا احنا شايفين قشره افريقي اللون اللي هو البنجاني. تمام. مع وايت مع شغل الاركتكت زي ما احنا شايفين اللي هو اللون الخشابي. معانا السرير برده بتاعها متنجد، المطعم برضو بنفس الشغل على الدولاب مع التنجيد اللي هو الجلد المقلوب. تمام. مدي على درجه الدهان برضو زي ما احنا شايفين. تمام. تناسق بين الاثنين ان شاء الله. تمام. الكومودينو برواز برضو. الكومودينو برضو اهو. تمام. نفس الشغل الموجود. الكومودينو بومريه. تمام. طبعا الاوضه كموديل برضو حاجه ليها تنجيده مختلفه. التقسيمه بتاعتنا برضو شكلها هيبقى هنا 3 رف. طبعا معانا 3 سجاير يبقى 3 رف. تمام. الناحيه الثانيه برضه هيبقى رف وشماعه. تمام حلو قوي. رف وشماعه والناحيه الثانيه 3 رف. لا وفي يعني الناحيه الثانيه 3 رف وهنا رف وشماعه، في حاجات بتبقى رفين وشماعه الناحيتين في شماعتين.
حسب موديل الاوضه حسب تصميم جوايا. اه بالظبط. طب ان شاء الله الغرفه دي بنتكلم في 8500 جنيه. تمام ان شاء الله. دي سعرها عامل بعد الخصم ان شاء الله لو عملنا 7000 جنيه. 7000 ما شاء الله حلو قوي. غرفه كامله وحاجه كده تبقى على قد الاوضه عندك وتشكيل كبير فيهم زي ما احنا شايفين. اشكال حلوه قوي وكل شكل ما شاء الله احلى من اللي قبله. عندنا كمان تصميمات على كده رسمه بتكمل. عندنا حاجات كمان على ابيض زي كده وداخل فيها ستانلس. بصوا تشكيله جامده جدا. وعندنا حاجات برده زي كده اللي هي الشكل الاسلامي شويه. ما شاء الله ما شاء الله اشكال حلوه قوي قوي قوي. انا مبسوطه جدا. الفيديو النهارده كان مميز فعلا واشكال اوض كتير جدا جدا. انا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.